خليك جلال شباب. يلا خليك شباب. جلال يلا جلال. في اغسله صار عن طريق موسى التعمري. موسى قبل يسرى ثاني بالنسبه لصالح الاردن. بدايه لموسى التعمري وفي الاخر رقم 9 النهارده على طول بهاء فيصل. بهاء سيف بالنسبه لكاتانيتش تمشي على طول الكره ثاني عاليه وحشه جدا. اي كلام الى يا ولد ياسين يلعب العرضيه لكن وحشه جدا يا رجل وحشه جدا. يمشي على طول همام يا ولد يلعب همام محطوطه الكره ثاني عكسيه خطيره والحادث. عبد الله الفخور شوف المهاره شوف القدم اليسرى الخطيره والعرقله واضحه تماما وفيها فعلا فاول ركله حره مباشر. يشيل الكره ثاني من جديد يطلع على طول الدفاع وترجع الكره ثاني خطيره لحارس المرمى سهله جدا ما فيش اي مشكله ما فيش اي مشاكل. الفوز حقق للنهايات والفاينل وادي الكرات الخطيره وسهله لحارس المرمى. طول الكره ثاني محاوله تصويبه تصويبه خطيره لكن سهله الى حارس المرمى. بالاردن كل شغله هنا عن طريق ياسين بخيت تمشي عن طريق ياسين والكرات العاليه خطيره ممتازه الحارس يطلع ولكن ترجع الكره ثاني من جديد. تعادل سلبي نوعا ما في عمليه الاستحواذ خصوصا الربع ساعه الاول من عمر هذا الشوط. طبعا كان في اداء افضليه من خلال 7-8 دقائق اللي فاتوا بدا منتخب العراقي مهاره كبيره يا فنان عدى لكن في فاول. هيبتدي يشد بقى على المباراه لان بدا يبقى في عمق وفي عرقله وخطا. سال يسار محاولة تحضير عاوز بوسكا لعيب ضغطه. يا سلام يا سلام يا سلام ضغط أردني غير طبيعي ضغط أردني غير طبيعي لأي مهاجم للمنتخب العراقي. أمجد عطوان